أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. 56 عاما مرت على اليوم الذي تغير فيه مسار التاريخ اليمني مع اندلاع ثورة 26 من سبتمبر في وجه الإمامة التي ظلت جاثمة على صدور اليمنيين ردحا من الزمن. ثورة كانت هي أم ثورات، إذ ألهمت اليمنيين النضال ضد الاستبداد ومصادرة الحقوق ورفض كل نظام مستبد. بالأمس احتفل اليمنيون بذكرى ثورة 26 من سبتمبر المجيد في ظل انقلاب الإماميين الجدد على الدولة والجمهورية. كانت الاحتفالات حاضرة في وجدان اليمنيين أكثر من ذي قبل، تأكيدا على رفضهم لكل نظام كهنوتي مستبد وتمسكهم بجمهوريتهم التي قام بها أجدادهم وساروا على نهجها من بعدهم. عن ماذا يعني 26 من سبتمبر لليمنيين سيكون موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج المنصة. نبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم بعد التقرير الذي عده الزميل عمر حول الموضوع. لم تكن هذه مجرد قذيفة أطلقت على دار البشائر، بل غضب شعب بأكمله تفجر في وجه عصر الظلم والكهنوت والاستبداد. كان هذا يوم 26 من سبتمبر عندما قررت الإرادة اليمنية الحرة إسقاط الحكم الإمامي وإقامة حكم الجمهورية اليمنية، إرادة أسدلت الستار على قرون من العيش خارج التاريخ، فكانت مفتتح ثورات اليمنيين من أجل الحرية والكرامة وطاقة جديدة حملتهم إلى اكتشاف معنى وجودهم وكيانهم. يا أبناء الشعب اليمني العظيم، لقد كان هذا الصوت الهادر بيان اليمن الجديد ونداء المتعطشين للحرية الأولى. ومن هذا السيل البشري اغتسلت البلاد من لوثة 1000 عام وتشكل صباح لا تزال خيوطه تقاوم عودة التاريخ إلى الوراء. وفي ظل الارتداد التاريخي المحمول على أكتاف ورثة الإمام الجدد، تعود الروح لمعنى ثورة 26 من سبتمبر بعد أن كانت مجرد مناسبة رسمية نمطية خلال العقود الماضية. عودة تجلت هنا في تعز معقل الحركة الوطنية والتيارات الثورية، وكذلك في مأرب القلعة الحامية لأحلام اليمنيين ومكاسبهم الوطنية ومرقد مهندس الثورة ومخططها البطل الشهيد علي عبد المغني. تزينت البلاد وفاضت مدنها وريفها ببهجة الاحتفاء بسبتمبر الثورة رغم وجع اللحظة ومأساتها، لكن الذاكرة الوطنية التي لا تموت أو تهزم تحضر في وجدان اليمني كجرس نداء لمراجعة حاضره وتحفيزه على الذهاب نحو المستقبل بكل صلابة وأمل. إذن تابعنا التقرير حول موضوع هذه الحلقة عن الاحتفال بالذكرى 56 لثورة 26 من سبتمبر. بإمكانكم المشاركة والتواصل معنا من خلال أرقام الهاتف الموجودة في الشاشة. لدينا اتصال أخ محمود عثمان من تعز. أهلا بك محمود بداية. حياك الله أخي سامي. حياك الله. حياك محمود. كل عام وأنتم بخير في هذه اليوم. وأنت بخير محمود، كل عام وأنت بخير. محمود، ما الذي يعنيه لك 26 من سبتمبر؟ يعني 6 سبتمبر يمثل للشعب اليمني الحياة الحديثة والمتقدمة، وهي تقول الشعب اليمني من الظلمات إلى النور، وأنهت عهد الإمام والكهنوت الديني وعهد الطغاة. خلال ثورة 26 سبتمبر في معنى الحضارة والتقدم والازدهار، وتمثل يعني للشعب اليمني الأهداف الذي كانوا يحلموا بها وحصولهم على الحرية والكرامة. طيب محمود، أنت حفيد أحد مناضلي وثوار هذه الثورة، يعني ما هي القصص، ما هي الذكريات التي كان يحكيها لكم؟ كان يحكي لنا طبعا حفيد الشهيد محمد علي عثمان ونقل المرحوم الشيخ عبد اللطيف محمد علي عثمان، كان يخبرنا والدي يعني رحمة الله عليه أن عن جدي والأعمال الذي كان يقوم بها هو وزملاء الثوار في ذلك اليوم من للإحداث والتعظيم اليوم المجيد النصري يوم 26 سبتمبر.
المبارك، وكان يعني يحلم من سابق بهذا اليوم أن يتحرر الشعب من الكهنوت وأن يعيش عيشة كريمة. طيب محمود، هذه الحكايات ربما نحن الجيل الحاضر ربما كان مهما سمع من هذه الحكايات ربما لم يكن يدرك الوضع في ذلك الوقت في الستينيات عندما قامت هذه الثورة. الآن ربما نحن عشنا أو عاصرنا تجربة أخرى ربما هي شبيهة بذلك الوضع. هل ما يحدث الآن يتوافق مع القصص التي كنت تسمعها في المنزل من قبل جدك ووالدك باعتباره واحد من الثوار؟ يعني بالماضي يعني كنا قد وصلنا يعني إلى تحقيق بعض الأهداف الذي قامت من أجل ثورة 26 سبتمبر من حصول يعني المواطن على التعليم، على الصحة، على الحاجات الضرورية والبنية التحتية، إلى أن وصل في عام 2015 الانقلاب على الشرعية الدستورية ودخول الحوثيين وإعادة اليمن إلى العهود السابقة المظلمة. شكرا جزيلا لك محمود عثمان من تعز، وأيضا لدينا اتصال من تعز أيضا الأخ محمد السراج. أهلا بك محمد. حياك الله سليم. محمد، برأيك لماذا الاحتفاء بثورة 26 من سبتمبر في السنوات الأخيرة بات أكثر حضورا ربما واهتمام من قبل الناس أكثر من السنوات السابقة؟ أخي الكريم، يصادف الذكرى 26 يعني الذكرى 56 من ثورة 26 من سبتمبر، وشعبنا اليمني يواجه مشاكل كثيرة في الجانب الاقتصادي. الجانب الاقتصادي منهار جدا، أصبح المواطن يعني لا يتحمل هذه الأزمة الاقتصادية، وأيضا تتحمل الميليشيات الحوثية التي صادرت أحلام اليمنيين ولم يبقى منها غير ذكريات. لن يعد اليمن موجودة على الخارطة اليمنية التي أشعلتها الفوضى، الانقلاب والتمرد الكهنوتي. أيضا يعني شعبنا يعني البلاد أصبحت مليئة بالفوضى وأعمال التخريب، كل هذا بفضل الانقلاب الحوثي الذي شن حربا اقتصادية وحربا عسكرية على هذا الشعب المسكين المغلوب على أمره. طيب بالنسبة للرسالة التي يمكن أن تقولها للشعب يعني في هذا التوقيت وفي هذه الأحداث التي تعيشها اليمن، وأيضا مدى التفاؤل بالنسبة لك أنه نتجاوز كجيل هذه المرحلة؟ أخي الكريم، لابد من استعادة اليمنيين ثورتهم واستعادة كرامتهم وحريتهم من أيدي الميليشيات الانقلابية المتمردة، ولا بد أن تشرق شمس الحرية من جديد، وأيضا وينعم البلاد بأمن وأمان واستقرار إن شاء الله. شكرا لك محمد سراج من تعز. اتصال آخر. طيب نذهب لمشاهدة بعض المشاركات التي وصلتنا حول الموضوع من خلال واتساب. أهنئ كل أبناء الشعب اليمني بمناسبة ذكرى عيد الأعياد لثورة 26 من سبتمبر، عيد الأعياد الوطنية لثورة 26 من سبتمبر التي قامت ضد الإمامة والكهنوت والاستبداد والجهل والطغيان، وقامت بوضع 6 أهداف وطنية لتحقيقها، لكن هناك من ارتدى ثوب هذه الثورة واندس اللي يحيكوا المؤامرات ويخططوا ويضعوا الدسائس لينقلبوا على هذه الثورة، ثورة 26 سبتمبر. لكن أملنا أولا بالله سبحانه وتعالى وثقتنا به، وبأن هناك رجال عاهدوا الله سبحانه وتعالى أن يقفوا في وجه هذه العصابة المتمردة الخارجة عن النظام والقانون، والتي تغذى بأجندة خارجية، بأنهم سيحققون بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الأهداف الستة التي
قامت من أجلها ثورة 26 سبتمبر. ثورة 26 سبتمبر قامت لتحرير البلاد والعباد من حكم الإمامة، وها نحن اليوم نكمل ما تبقى من أهداف ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر و11 فبراير. نحن خرجنا في 11 فبراير لاستكمال كل ما تبقى من أهداف ثورة 26 سبتمبر. اليوم الحوثي أتى لأجل الاستبداد ولأجل إعادة الإمامة، لكن ولن يحكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نتكلم اليوم عن ثورة 26 سبتمبر، هذه الثورة العظيمة المضيئة في قلوب كل الوطنيين، الخافتة في صدور الظالمين الأشرار. ها هي تمر 56 عاما عن هذه الثورة التي من خلالها نتذكر تضحيات ومثابرات هؤلاء الأبطال والثوار ضد الظلم والاستبداد والجهل، التي من خلالها الآن يحاولون الشرذمة الحوثية استرجاع الإمامية الظالمية. نقول لهم اليمن سيظل جمهوريا وسيبقى 26 من سبتمبر ذكرى خالدة في قلوب. تابعنا مشاركات من خلال واتساب حول الموضوع. لدينا اتصال من صنعاء، الأخ إبراهيم فضل. أهلا بك إبراهيم. حياك الله عزيزي. إبراهيم، بالنسبة لك ما الذي يعنيه 26 من سبتمبر؟ والله حقيقة 26 سبتمبر يعني قبل هذه الفترة ما كان يعني لي الكثير، سواء أنه كان شيء موجود في كتاب التاريخ وكنا يعني يطلب مننا أن نمشي في الكرنفالات في أيام الثورات السابقة والاحتفالات السابقة، لكن هذا 26 سبتمبر تحس أنه بحكم أنه شيء القيمة المفقودة اللي ما عشناها شارك الأيام، يعني حسينا القيمة الآن. ف 26 سبتمبر هذه المرة يعني لنا حاجات كثيرة، لأنه احتياجات معينة مثلا قيم معينة نحتاج لها، فذكرتنا أنه أجدادنا يعني عملوا لنا شيء سابقا ولم نستشعره إلا الآن يعني. طيب ما هي هذه القيم التي يعني. طيب إبراهيم، ما هي هذه القيم التي نحتاجها اليوم، وهل قادر الجيل الحالي على تجاوز هذه المرحلة؟ طبعا انا اتكلم عن طبعا الجيل الالفينيات وجيل التسعينيات حقي جيلي انا، جيل نفى اشياء كثيره عاشها الاجيال السابقه. فلو تلاحظ انا طبعا مش عارف في موضوع انتشر في الفيسبوك البارحه، انا صرت مصادفه يعني الى الليبي، وكان في لما انه يردد النشيد الوطني في الليبي بتلقائية هكذا، انه واحد صديقتنا مزن نزلت منشور وطلبت من الناس انه ليش يعني لو انا غنيت النشيد الوطني في الشارع هل الناس هيغنوا معايا؟ فالتموا الشباب وغنوا النشيد الوطني في المركز الليبي في صنعاء، وكان موقف جميل جدا انه تلاحظ انه كلهم شباب جيل الالفينيات وجيل نهايه التسعينيات بيغنوا النشيد الوطني ومش مصنفين ولا هم تبع تيار معين ولا تبع جيل معين، لانهم حسوا بقيمه الثوره، احسوا بمفهوم الثوره. يعني احنا للاسف احنا بحكم انه يعني ما فيش عندنا فكره او وعي بمفهوم الثوره، فالقيمه دي يحتاجوها الناس، انه قيم اهم قيمه حب الحياه، قيمه انه اعتقد اجدادنا ما عملوا الثوره 26 سبتمبر لو ما كانوش ما بيحبوش الحياه، ولو كانوا يعني قيمه الحياه مش يعني قويه عندهم. فاعتقد ان احنا في احوج قيمه في حياتنا ان احنا نحب الحياه. طيب عن الجيل الحالي، ربما كان يتعاطى ربما مع الثورة 26 من سبتمبر ربما وغيرها من المناسبات الوطنية، أنها يوم إجازة ربما من العمل من المدرسة وكما تقول في كتاب التاريخ. لكن باب التندر حتى الآن يقول أنه من لم يعش ما حصل في الستينيات الآن ربما نحن مع الإعادة لتلك الفترة. اليوم ربما كان لثورة سبتمبر أهداف، اليوم هل تعتقد أن هذه الأهداف ما زالت حاضرة حتى الآن، أم ربما هذه المرحلة لها أهداف أخرى تتطلب تعاطي آخر ربما من الناس لتجاوز ما نحن نعنيه الآن؟ وأنا ربما أيضا لا أود أن أطرح لك الأسئلة بشكل مباشر لأنك أنت موجود في صنعاء أيضا. لا 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 ما فيش مشكلة، أنا في صنعاء يعني أنا أتنفس حرية، يعني لا مش معنى أن أنا في صنعاء أن أنا تبع تيار معين أو كذا، لا أنا لما أكلمك الآن أنا أتحدث عن أهداف. لما سألتني السؤال هذا السؤال جميل، على فكرة أهداف الثورة دائما هي تجي أهداف مطالب احتياجات الإنسان،
مش بغض النظر انه الانسان اللي عاش في الستينات ولا الانسان اللي عاش الان، في النهايه هي متطلبات انسان يشتي يعيش في مجتمع معين، يشتي له احتياجات معينه. صدقني احنا احتياجاتنا احتياجات جيلنا الان، احتياجاتنا اكثر. لانه شوف لو تلاحظ انه الجيل هذا الجيل ما عادش مؤمن بحد يعني معين، لا مؤمن أنا أسمعك إبراهيم. سمعني عزيزي. أسمعك أنت على الهواء. أنا أسمعك إبراهيم، أنت على الهواء بإمكانك تواصل. إبراهيم. طيب يبدو أن هناك مشكلة فنية فقط في الاتصال، سنعود لإبراهيم مرة أخرى. الأخ عادل، أهلا بك عادل من تعز. أهلا عادل. عادل تسمعني؟ طيب يبدو أن هناك إشكالية فنية فقط في الهواتف، بإمكاننا الذهاب لقراءة بعض التعليقات من الفيسبوك حول الموضوع. عبد الله الحرازي يقول 26 سبتمبر ثورة الإنسان اليمني لاسترداد حريته وماضيه وحاضره ومستقبله من براثين الكهنوت الإمام الأقباح. يوسف يقول سيظل يوم 26 سبتمبر تاريخي لميلاد شعب عظيم انتفض كالمارد من القمقم ليدشن بذلك اليمنيون عهدا جديدا بعد أن خاضوا نضالا طويلا وقدموا تضحيات جسيمة في درب الثورة والجمهورية، شارك في انتصارها وترسيخ نظامها كل فئات الشعب. عمر يقول ظلت ثورة 26 من سبتمبر لثمان سنوات في صراع مع الإمامة حتى طوت صفحة الإمامة، وكأن الناس يتهمون الثورة على الوضع المأساوي حينها، واليوم ثورة 11 من فبراير ما زالت في صراع مع الكهنوت. محمد الحكيمي يقول أو يقسم أنه لا يوجد يوم أعظم من 26 سبتمبر في حياة اليمنيين. مشاركة أخرى. محمد عامر يقول كانت ثورة 26 من سبتمبر لا تعني سوى إجازة رسمية أثناء حكم عفاش اليمن، أما الآن فقد أدرك الجميع ما هي ثورة 26 من سبتمبر وعلى الجميع أهميتها وأهمية أهدافها السامية، خصوصا في ظل المعركة القائمة الآن بين الجمهوريين الأحرار وأنصار الحكم الإمام الكهنوتي. ظلت المعركة القائمة الآن بين الجمهوريين الأحرار وأنصار الحكم الإمام الكهنوتي في الذكرى 56 للثورة، يسكب الجمهوريون الأحرار دماءهم في حرض وميدي والحديدة والصرواح والبيضاء وتعز والجوف وصعدة والضالع وغيرها من جبهة العزة والكرامة دفاعا عن هذه الجمهورية، وفاء للزبير والسلال وعبد المغني وكل قادة ثورة 26 سبتمبر. طيب نعود مرة أخرى لإبراهيم من صنعاء. إبراهيم كانت هناك إشكالية في الهاتف ربما، تفضل. حياك الله عزيزي، بس أشتيك بس تذكرني بالسؤال الأخير لأنه حصل تصفيف الصوت تمام. يعني نسيت السؤال. كنا نتحدث عن أنه أهداف ثورة سبتمبر هل ما زالت هي الأهداف الحاضرة الآن اليوم؟ يعني أنا ذكرت لك في كلامي السابق أنه قلت لك الأهداف يعني تتغير بتغير الجيل الذي هو جاي الذي هو بيحمل القيم، يعني قيم الثورة أو قيم متطلبات الإنسان أو قيم الحياة بشكل عام. وصدقني أنا لو ما أتكلم، يعني أنا لو ما قبلت مشاركتي في هذا البرنامج معك، المشاركة إن أنا أشارك معك، أنا لست مع طرف معين، ولأنه أنا أمثل جيلي، يعني بمعنى أنا أمثل جيلي إن أنا مش مع طرف معين أو فصيل معين أو حزب معين. أصبح جيلنا لا يؤمن بالأطراف أو بالأحزاب، لأنه جيل فاقد للقدوة. يعني إحنا صراحة يعني إحنا لا يوجد لدينا قدوة سياسية، لا يوجد لدينا قدوة في الفن، لا قدوة في التمثيل، لا قدوة في الدراما، لا قدوة في القصة، لا قدوة في الحياة العامة، فلا قدوة دينية. فإحنا جيل زي ما تقول متمرد على القدوات الذي هم صنعوا نفسهم قدوات. فالذي أشتري أذكره أن الأهداف الذي إحنا الآن تطلبنا، يعني أحس أنه أهم هدف طالبت فيه ثورة 26 سبتمبر الذي بنطالب فيه الآن، بنطالب فيه أنه العيش الكريم، الالتفاف نحو حب الوطن. يعني
زي ما تقول شفت الأهداف الرسمية الذي هي باللغة الرسمية ومؤدة من قيادة الثورة حقا 26 سبتمبر. ما بذكرها لك بس بذكر لك الذي هي الذي إحنا أحوج يعني زي ما تقول الآن يعني الذي شفته أمس مع جيل الألفينيات الذي شفته شفت إنه ناس شباب بيتكلموا في السياسة يقول لك أنا مش فاهم كثير بس أنا مؤمن إنه هؤلاء كلهم الذي في الساحة الذي في المشهد السياسي المشهد والعراك الذي حاصل كلهم يعني تحس إنهم فاقدين لقيمة الوطن لأنه كلنا في الصراع الذي إحنا عايشين فيه. إبراهيم أنت كما هو كلامك يعني واعي وجميل أيضا صوتك جميل يعني في الغناء أنت يعني فنان معروف من الشباب. طيب إبراهيم يعني ألم في بالك ما الذي يخطر في هذه المناسبة من شيء أو أغنية وطنية ممكن أسمعها بصوتك؟ أنا في دالك طبعا بسمعكم محمد سعد طبعا من أحب الأغاني إلى قلبي على الوطن. أوعدك إني أعيش العمر مخلص لك أمين أوعدك إني أعيش العمر مخلص لك أمين أنت يدي تستحقي أنت يلي تستحقي كل حبي والحلم. يسلم صوتك إبراهيم شكرا لك وشكرا لك على مشاركتك معنا. والجميل في حلقة هذا اليوم ربما نحن نستمع لوجهة نظر الشباب حول ثورة 26 سبتمبر ربما أيضا وسائل التواصل والتطور الحاصل اليوم يعني كل هذه المنصات ربما أتاحت للناس الفرصة للتعبير وقول آرائها. ينضم إلينا أيضا اتصال هاتفي من روسيا الأخ بشير. أهلا بك بشير. يا مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. برأيك يا بشير لماذا أصبح الاحتفاء والاحتفال بثورة 26 سبتمبر في هذه الفترة وفي هذه السنوات أكثر زخم ربما واهتمام من قبل الناس؟ والله يا أخي المثير للإعجاب هذا العام بالفعل يعني تفاعل شعبي غير مسبوق. يعني أصبحت منصات التواصل الاجتماعي ساحة يعني سبتمبرية أو كما يسميها البعض ميدان 70. طبعا شتان ما بين العروض الكرنفالية الرسمية التي كانت يعني تستنزف الخزينة العامة للدولة وتمجد في خلاصتها المخلوع وإنجازاته الوهمية يعني وبين الاحتفالات البسطاء يعني من هذا الجيل ممن يعني نالهم ظلم وإجرام وإجحاف الجماعة الحوثية. طيب يعني الجماعة الحوثية أيضا هي ذاتها في صنعاء تحتفل بهذه المناسبة ومن هم في الطرف الآخر يعني اليوم من هم الثوار والمقاومة الشعبية هم يعني يحتفلوا بهذه الطريقة ليوجهوا رسائل لها كيف تفهم؟ لعل من أبرز المشاهد المستفزة هذا العام حقيقة يعني مشاهدتنا يعني احتفال أنصار المخلوع عفاش بثورة 26 سبتمبر بعد مرور تقريبا 5 أيام فقط من احتفالهم بذكرى النكبة الحوثية العفاشية المشتركة يعني بعد أن سلموا الدولة مقدراتها والجمهورية وأعادونا للإمامة أتوا ليحتفلوا بثورة 26 سبتمبر يعني تناقض غريب عجيب وهو في الحقيقة يعني يبرز الوجه القبيح لهذا النظام وكيف تلاعب بمنجزات الشعب واستخف بدماء الأحرار. طيب وماذا عن ميليشيا الحوثي في صنعاء وهي تحتفل إلي حد استفزك هذا المشهد ربما؟ استفزاز هم يعني هذا هو نهجهم نهج الإمامة السابقة والحالية يعني تناقض في مشروعهم تناقض يعني في سماتهم أهدافهم واضحة يعني لعل الشعب الأساس يعني أصبح الجيل هذا يدرك هذا التلاعب على نمط يعني الجمهورية يعني الجميع يعرف أن الإماميين يعني بعد ثورة 26 سبتمبر تقلغلوا في الدولة في النظام السابق ويعني أصبحوا جمهوريين أكثر من الجمهوريين أنفسهم
والهدف هم عن الأساس طبعا النظام المخلوع ساعدهم في ذلك، ومكنهم من يعني السطو على مراكز القوة في الدولة. وهذا ليس بغريب يعني على النظام الإمامي السابق والحالي، هي نفس السلالة نفس التفكير. شكرا لك بشير من روسيا. اتصال من المملكة العربية السعودية وائل، اهلا بك اخ وائل. مرحبا وائل، بالنسبة لك أهمية الاحتفال بالسادس والعشرين من سبتمبر وما الذي يعنيه لك؟ تتمثل أهمية الاحتفال بذكرى 26 سبتمبر في أنها تحيي قيم الثورة عند الشعب اليمني بشكل عام، وتعرفهم بمساوئ الإمامة. يعني يعتبر الاحتفال وهذه الذكرى وإحياءها بالوسائل التواصل في القنوات وفي الاحتفالات في المدن المحررة وكل مظاهر الاحتفال بهذا العيد المجيد، يعزز عند الناس أهمية الثورة التي قام بها الثوار 26 سبتمبر على النظام الكهنوتي الإمامي المستبد الذي نشر الفقر والجهل والمرض، ويعتبر عامل مهم لتعزيز وترسيخ قيم الثورة في مجتمعنا على الثورة على الإماميين الجدد الذين يسيرون على نفس خطوة السابقين بل وأشد من حيث نشر القتل والخراب والموت والدمار. فأعتبر أن هذه الذكرى والاحتفال بها مما يعزز لدى الشعب اليمني بشكل عام قيام ومبادئ الثورة، وأن تكون هي معيارنا ومقياسنا في ثورتنا على هؤلاء الإماميين الجدد. طيب برأيك أيضا لماذا أصبح الاحتفاء بالثورة في السنوات الأخيرة يحظى بكل هذا الاهتمام من قبل المواطنين؟ طبعا كثير من أبناء الشعب اليمني لم يكونوا يعرفوا أهمية ثورة سبتمبر حتى أتى هؤلاء الإماميين الجدد بممارساتهم وسلوكياتهم وعرفهم إجرامهم وبما نشروه من القتل والدمار والخراب وبكل المصائب التي أتوا بها للشعب اليمني. عرف اليمنيون أهمية تلك الثورة وأدركوا قيمتها، لذلك كان الاحتفاء في السنوات الأخيرة هو أشد، وكان إقبال اليمنيين على الاحتفاء بذكرى سبتمبر منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية وعلى الشعب وعلى الوطن كان له زخم أكبر وكان له معاني وكان له تأثير أكبر واهتمام عند الصغير والكبير في الشعب اليمني بشكل عام. أشكرك جزيلا وائل من المملكة العربية السعودية. اتصال من الهند، الأخ محمد عامر، أهلا بك محمد. أهلا وسهلا بك يا أخي الكريم. محمد، أهمية الاحتفال بثورة سبتمبر بالنسبة لك؟ أخي الكريم، هذه الذكرى يعني ذكرى 56 لثورة 26 سبتمبر أتت في وضع معيشي صعب يعيشه الشعب اليمني سواء أمنيا أو اقتصاديا، والذي تسببت به طبعا جماعة الحوثي القادمة من كهوف مران أملا منها لإعادة الحكم الإمامي الكهنوتي الذي يختصر الحكم في أسرة أو سلالة معينة. إحياء الشعب اليمني لهذه الفعالية سواء في الداخل أو الخارج رغم الوضع المأساوي الذي تعيشه البلاد، وكأنما هذا الشعب يقول لتلك العصابات الإمامية أن هذا الشعب ما زال متمسكا بالجمهورية التي أزاحت الظلمة والقهر عن هذا الشعب الذي عانى الأمرين في ظل حكم بيت حميد الدين. يعني حتى اليمنيين في المهجر لم تمر عليهم هذه الذكرى دون أن يحيوها إحياء مشرفا. يعني نشوف اليمنيين في الخارج سواء طلاب أو غيرهم بادروا لإحياء هذه الذكرى وإيقاد شعلتها بما يتناسب مع عظمة هذه الثورة وسمو أهدافها. كذلك شهدنا حراكا جماهيريا على وسائل التواصل الاجتماعي، وكل هذا له دلالاته بأن هذا الشعب لن يرضى بعودة الحكم الرجعي إلى البلاد مهما كان الثمن وكيفما كانت التضحيات. كانت في السابق ذكرى ثورة سبتمبر عندما تمر إنما تمر على أنها عطلة رسمية فقط صحيح. لا أقل ولا أكثر، وذلك بسبب التغييب الممنهج لرمزية هذه الثورة وما حققته لهذا الشعب من عزة وكرامة. هذه الذكرى هي تمر الآن
والشعب اليمني يسكب الدم دفاعا عن ثورة سبتمبر وأهداف سبتمبر ووفاء لقادة الثورة كالسلال والزبيري وعبد المغني وغيرهم من القادة. إذن هذا السيب من الاحتفاء بهذه الثورة يؤكد تمسك الشعب اليمني بها إلى الأبد وأنه مستمر لتحقيق أهدافها مهما كانت التكلفة وكيفما كانت التضحيات. المشهد الحاصل الآن في اليمن يقول أن المعركة الحاصلة في بلدنا هي معركة بين الإماميين ودعاة الحق الإلهي من جهة وبين الجمهوريين الأحرار من جهة أخرى. إذن فكل من اصطف في خندق الجمهورية وآمن بثورة سبتمبر وأهداف سبتمبر النبيلة فهو منا ومعنا فمهما اختلفنا فكلنا في الأخير مع الثورة ومع تحقيق أهداف هذه الثورة. طيب محمد من هم في معسكر الإمامين ومتهمين اليوم بهذه التهمة؟ هم أيضا احتفلوا بذكرى الثورة ويحتفلون يعني على مدى السنوات الماضية، كيف يمكن فهم هذا المشهد؟ أخي الكريم هم يعلمون أن غالبية الشعب اليمني جمهوري وأن الشعب اليمني مع الثورة ومع أهداف ثورة سبتمبر، لذلك هي وسيلة من وسائلهم يحاولوا فقط استعطاف الناس وكسب أكثر يعني وكسب مكاسب إعلامية فقط لا غير يعني. أما الثوار الحقيقيون والجمهوريين الحقيقيون هم في الجبهات في نهم وتعز وميدي والجوف وغيرها. أشكرك جزيلا محمد عامر من الهند. اتصال من عدن صدام، أهلا بك صدام. أهلا بك أخي سامي. بالنسبة لك ما دلالات الاحتفاء الشعبي ربما بثورة سبتمبر وأهمية هذه الثورة بالنسبة لك؟ أولا بعد زخم الاحتفاء الكبير في السنوات الأخيرة من قبل اليمنيين بمختلف انتماءاتهم ومناطقهم بعيد ثورة 26 سبتمبر دليل على صحوة مجتمعية واسعة بعد أن وصلت نار الانقلابيين الطامحين بإعادة النظام الإمامي إلى كل بيت. أيضا المشروع الحوثي الرجعي تجلى لكل شرائح المجتمع بأبشع صورة ورأى فيها من الجميع نسخة لما قبل ثورة سبتمبر 62. كذلك الشعب الجمهوري رأى في هذه الجماعة خصما يريد إعادة أجل التاريخ للوراء إلى حيث عبادة الإمام وعائلته. كذلك تمثل شوق ورغبة لجميع أبناء الشعب اليمني للعودة إلى ظل الدولة ومؤسساتها، كما أن هذا الزخم السبتمبري يدل على رفض اليمنيين في التفريط بنظامهم الجمهوري مهما كانت التضحية. كذلك أخي الكريم لقد عانى اليمنيون من ويلات الحرب والظلم والإخفاء والتهميش والتجوع والفقر والمرض في عمر 4 سنوات من عمر الانقلاب ما لم يعيشوا خلال عمر الثورة البالغ 56 عاما. لذا كل هذا الزخم الاحتفالي والابتهاجي بعيد سبتمبر غير مستغرب، فهو بمثابة محاكمة شعبية واسعة للنظام الإمامي والميليشيات الانقلابية. شكرا لك صدام. اتصال من تعز عبد العزيز، أهلا بك أخ عبد العزيز. أهلا وسهلا بك. ما الذي يعنيه لك الاحتفاء بثورة 26 من سبتمبر وأهمية هذه المناسبة؟ ثورة 26 من سبتمبر ثورة الميلاد، ثورة الحياة، هي تعني لنا الكثير كثير نشأنا وترعرعنا في كنفها. هي الثورة التي صبغتنا بتعليمنا بثقافتنا بوجداننا. آباؤنا من قام بهذه الثورة لتحريرنا من الجهل، لتعليمنا أيضا، لتحريرنا من الفقر من المرض. هي اليوم تعني لنا دلالات كثيرة، لأننا أمام إمامة لا تريد إلا إعادة نفسها، جماعة لا تريد إلا إعادة الماضي الإمامي الحقير. ثورة 26 سبتمبر تعني لنا الكثير، تعني لنا التحرر من القيود، تعني لنا نبذ العبودية، نبذ السلالية، نبذ المنطق الإلهي، تعني لنا أيضا الوعي، الفكر، التقدم، الحضارة، تعني لنا المدرسة، الجامعة، المعهد، المركز، تعني لنا كل شيء جميل هذه الثورة. طيب سؤال أخير لك أخ عبد العزيز،
لماذا كل هذا الاحتفاء في السنوات الأخيرة شعبيا؟ أنا أقصد هنا الاحتفال الشعبي بالثورة. يعني الزخم الشعبي احتفال اليمنيين بهذه الثورة، وهذا واضح يعني يدل على أن وهو واضح يعني من خلال وسائل التواصل، يعني ربما اهتمام غير عادي. الاحتفال كبير نعم، يدل أنهم يعني الشعب عرف الحقيقة، أدركوا وجوب قيام هذه الثورة في ذلك الزمن. نحن اليوم كأجيال متأخرة أدركنا مقصد اليمنيين، خاصة بعد رؤيتنا للإمامين الجدد الظلاميين. هذا القبح الذي رأيناه اليوم في قهرهم للرجال، إهانة كرامة كل يمني عزيز، صناعتهم للموت، صناعتهم للفقر، للجوع، للخوف، استباحتهم لكل شيء، للدماء، كما لو كانت اليمن أرضا لهم، فكرا عليهم فقط. الشعب اليوم يبدو أكثر تمسكا بثورة 26 سبتمبر، يعتبرها أيضا الثورة الأم لكل الثورات اليمنية، في إطار التحرر من الكهنوت، في إطار التحرر من الظلم، في إطار التحرر من الطغيان. ستظل 26 دربا نسير على خطاه ولن نتخلى عنه، بل أصبحت لنا الثورة الأساسية. طبعا نحن الآن ننشدها ونتحرك من أجلها. يبدو أن قدرنا أيضا في اليمن أن تظل هذه الثورة، ثورة 26 سبتمبر، مستمرة ضد الطغيان. ذلك للأسف أيضا ما زال يوجد بعض الحالمين بالوهم الذين يسكنه الحالمين بالوهم الذي يسكنهم من أجل إعادة هذا الظلم. اليمنيين الجدد ما زالوا موجودين، لذلك يجب أن تبقى هذه الثورة مستمرة وفي إطار الاحتفال فيها زمنا بعد زمن. شكرا لك عبد العزيز. أيضا لدينا اتصال من تعز، الأخ عادل. أهلا بك عادل. حياك الله، حياكم الله. حياك عادل، ما الذي تعنيه لك الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية وأيضا أهمية ثورة سبتمبر؟ أولا دعني أحيي قناة بن الصيف أخ سامي التي هي قناة كل اليمنيين وقناة كل الشرفاء والأحرار الذين قاوموا وواجهوا هذا الاستبداد والطغيان بكل ما هو فيه من قوة. ثانيا أهني الشعب هذا اليمني العظيم وكل أحرار الشعب اليمني وكل تحديدا الذين هم يقفون اليوم بهذه الجماعات الاستبدادية في بالمرصاد في كل جبهات القتال في ربوع هذا الوطن العظيم. ثورة 26 من سبتمبر تعتبر هي الثورة الأم، هي الثورة التي كانت بمثابة زلزال زلزلت عرش الإمامة، عرش الطغيان، فأسقطت الاستبداد الظلم والاستبداد والكهنوت الإمامي السلالي المناطقي الأصبوي الذي عمل لسنوات على إخضاع هذا الشعب واستبدادهم من أجل أن لكي لا ينالوا حقوقهم التي كفلتها الدولة لهم. طيب عادل، لماذا كل هذا الاهتمام وهذا الاحتفاء بذكرى ثورة سبتمبر وأنه أصبح حاضر ربما أكثر من السنوات السابقة من قبل المواطنين؟ معذرة أخ سامي، السؤال تسمعني بشكل واضح، لماذا برأيك أصبح الاحتفاء بذكرى ثورة سبتمبر حاضر بهذه القوة لدى الناس؟ يعني ربما كان من قبل فقط يتعامل الناس مع أنها عطلة رسمية ربما. كان أصبح حاضرا بكل قوة هذا الاحتفال بهذه الثورة لأنها كانت هي ثورة 26 سبتمبر، لأنها كانت هي الثورة الأم، وبعد أن تحرر الأبناء الوطن من تلك الاستعمار والاستبداد الكهنوت خرجوا إلى دولة تشبه إلى نوعا ما الجمهورية وإن اختلفت بمسماها، وهي دولة كانت استبدادية كمثل الدولة التي كانت في عهد الإمامة. ففي هذا الوقت من أجل أن يستطيعوا أن يقضوا على هذه الجماعات الميليشية التي حاولت استبداد هذا الشعب وإعادته وإخضاعه إلى ذلك المسلسل القديم الذي مارسه الحكم الإمامي الكهنوتي من أجل لا يقوم له شوكة ولا يقوى له أي قائمة من أجل أن يقارعهم وإسقاطهم. ولكن أملنا كبير بأن هذا الشعب قادر على إسقاط كل مؤامرة وكل حكم استبدادي وأصبوي وكهنوتي وإمامي بأي طريقة، فالشعب قادر على إسقاطه لأنه هو الألام الكاملة
التي استطاعت ان تفرض لهذا الشعب حقوقه الكامله في عهد في تلك المرحله السابقه التي مرت في عهد الظلم والاستبداد، فكان لها ان تستطيع فكان لها ان تصمد وتواجه وتصف هذه الجماعات المارقه الانقلابيه التي حاولت اعاده نتاج الحكم الامامي البائد بمساعده من البائد الحكم من النظام البائد الذي ساعدها واعطاها كل مقاومات اسقاط الدوله الحقيقيه. شكرا لك عادل ناجي من تعز، وأيضا الشكر موصول لكل من شارك معنا في هذه الحلقة من المنصة. وصلنا لنهاية هذه الحلقة، نختم بهذه الأغنية من وحدة ثورة 26 سبتمبر. نلقاكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، في أمان الله. والمولد السبتمبري.